الرد الأول الذي حدث قبل قليل وهو أن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على منطقة رفح، وحسب بيان الجيش الاحتلال بأنه كان هنالك رصد لموقع تابع لحركة الجهاد الإسلامي كان موجودا فيها قائد لواء رفح لتنظيم الجهاد الإسلامي، وأنه تم تدمير هذا الموقع إضافة إلى 3 مواقع أخرى، وبالتالي 4 مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة رفح على حد قول الجيش الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو أوعز للقيادة العسكرية الإسرائيلية بأن تستمر بالعملية العسكرية وبتصعيد الضربات المستمرة على قطاع غزة، وأيضا أوعز كما قلنا خلال النشرات السابقة إلى المستوى السياسي، وذلك بإيقاف كافة الاتصالات مع مصر حول وقف لإطلاق النار، وبالتالي إسرائيل تذهب إلى تصعيد تماما كما أرادت منذ البداية أن تستفز الجانب الفلسطيني بإعطائه المزيد من الوقت للتبرير لاستمرار هذه العملية العسكرية. الجيش الإسرائيلي أيضا قبل قليل أضاف وحدة إضافية للدفاع الجوي، وهي وحدة تمير، منظومة أمنية بطبيعة الحال، منظومة عسكرية الدفاع الجوي بالقرب من منطقة قطاع غزة، وبالتالي سوف تعمل وحدة القبة الحديدية وأيضا الوحدة الجديدة وحدة تمير. أما الصواريخ التي وصلت إلى جنوب مدينة القدس فتم استخدام القبة الحديدية، ولكن الأهم من ذلك هو استخدام منظومة مقلاع داود المكلفة جدا ماليا بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وهي منظومة متطورة الأصل فيها هو استهداف الصواريخ البالستية على العموم وليس استهداف صواريخ محلية الصنع من قطاع غزة، ولذلك فإن تكلفة تشغيل هذه المنظومة مقلاع داود التي هي بالصناعة المشتركة الأمريكية الإسرائيلية أيضا دخلت على الخط بعد أن تم استخدامها لأول مرة أمس في تل أبيب، اليوم تم استخدامها في مدينة القدس، ووصول الصواريخ إلى جنوب مدينة القدس هو أيضا أعطى الجانب الإسرائيلي إشارات بأن حركة الجهاد الإسلامي لن تتراجع إلى الوراء ولن تقبل بحالة الهدوء النسبي التي كانت سائدة خلال ساعات الليل، طبعا الهدوء النسبي بطبيعة الحال، ولكنها ترى بأن حركة الجهاد الإسلامي الآن صعدت من عملية الضربات وأيضا من مدى الصواريخ التي تمتلكها. نذكر بأنه من يستطيع أن يضرب بتشيمش وبترعليت في جنوب مدينة القدس يمكن له ببساطة أن يصطاد مطار اللد، وبالتالي يأتي بهذه الضربات الموجعة للبنية التحتية الإسرائيلية التي تتعلق في بوابة إسرائيل الوحيدة حول خارج العالم باستثناء طبعا المعبر مع الأردن ومصر، نعم، وطبعا الموانئ البحرية، ولكن هذا عمليا هو المطار الدولي الوحيد الذي تمتلكه، والمطار الثاني هو مطار رامون البعيد جدا في الجنوب، والذي أيضا تم استهدافه في المواجهة السابقة في عام 2021 عندما أطلقت حركة حماس الصاروخ باتجاه هذا المطار البعيد، وبالتالي أرادت المقاومة الفلسطينية إيصال رسالة مغزاها بأننا قادرون على الوصول إلى أبعد مما تظنون، وأن الضربات الجوية الإسرائيلية المتتابعة لن توقف، ولكن إسرائيل يبدو ما تزال تبحث عن قادة الجهاد الإسلامي في غزة. ماذا هذا هو أيضاً الشغل الشاغل الآن للمخابرات الإسرائيلية، للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وللزنانات الإسرائيلية. ماذا عن ما تسمى بمسيرة الأعلام الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل، وما الذي تعده إسرائيل فيها؟ الجانب الإسرائيلي أعلن بأن هذه المسيرة سوف تكون وسوف تمضي تماما كما هو مخطط لها في الحي الإسلامي في باب العمود، تماما كما حدث في العام الماضي، ولن يكون هنالك تراجع إلى الوراء. نذكر فإنه في العام الماضي كانت حكومة نفتالي بنت ويائير لابيد، يعني حكومة وسط يمين، والحكومة التي كانت قبلها في عام 2021 عندما كانت مسيرة الأعلام وأطلقت حركة حماس وطبعا الغرفة المشتركة الصواريخ باتجاه مدينة القدس لإيقاف هذه المسيرة، هذا أيضا يأتي ليحذر الإسرائيليين من أن الإبقاء على هذه المسيرة يمكن أن يكون إما هدوء كما حدث العام الماضي أو حرب كما حدث قبل عامين. وعموما هذه الحرب التي استمرت ل7 أيام كانت صعبة جدا على قطاع غزة، رأينا الأبراج وهي تدمر، رأينا المئات من الشهداء الذين ارتقوا من الأطفال والنساء والشيوخ وكبار السن. الآن هذه المسيرة حسب ما نعلم من بلدية الاحتلال هي
مستمرة كما هي، تنسيق لها، الاعدادات اللوجستية، الحافلات، المسار، الشرطة، ما يسمى بالمساعدين الميدانيين، وأنه سوف يتم عزل الفلسطينيين عن الإسرائيليين داخل مدينة القدس تماما كما كان يحدث في السابق. ولكن أحد المسؤولين الإسرائيليين وهو يبدو مقرب من ديوان رئيس الوزراء قال ما يجري الآن أيضا نحن نريد أن نوصل رسالة بأن إذا حماس شاركت في ضربة مستقبلية خلال الأسبوع القادم يوم الخميس القادم بطبيعة الحال في مسيرة الإعلام فإن ردنا سوف يكون قويا. ولكن هنالك سياق أنا أود أن أذكر فيه، سياق مهم جدا، وهو أنه منذ ثلاثة أشهر ولغاية الآن كان هنالك دعوات للقيام بحملة عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، أي أن كل الذي يجري الآن هو ليس رد فعل إنما هو خطة مدروسة من قبل الجيش الإسرائيلي بعد الحصول على كل المعلومات الاستخباراتية حول نوايا حماس، نوايا الجهاد الإسلامي، إمكانية الدخول الغرفة المشتركة، عدم إمكانية دخول الغرفة المشتركة، موضوع سوريا، موضوع لبنان. الجانب الإسرائيلي درس كل هذه المسائل وبالتالي ولا يتعامل مع رد فعل، هو الذي بادر لهذه المعركة وهو الذي يريد أن يدير هذه المعركة. ويوم أمس كان واضحا بأن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بوقف إطلاق النار، إنما هي إرادة أن تكسب الوقت، والوقت أرادته لكي تستهدف المزيد من القيادات العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي وتقوم بتدمير القوة والتحكم الموجودة في رأس هرم المجلس العسكري التابع لسرايا القدس التابع الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وبالتالي هذه العملية أيضا توحي بأن الجانب الإسرائيلي مستمر بالعملية العسكرية. ضرب مدينة القدس أعطى الجانب الإسرائيلي الحافز والتبرير للاستمرار بالعملية العسكرية، ولكنه أيضا كان رسالة من حركة الجهاد الإسلامي كما قال أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي لقناة الغد الذي قال نحن لن نتراجع ولن نركع وسوف نستمر بهذه المعركة، وأنما أن ضرب مدينة القدس كان رسالة واضحة لبنيامين نتنياهو وقد وصلت. شكرا لك من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البديري.